جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عودا على بدء على وظيفة المرأة شيخ صالح، وظيفة المرأة كما اتضح من الرسالة الأولى اضطرتها إلى أن تسافر بدون محرم، ووظيفة المرأة أيضا أدت بها إلى أن تبقى عانسا وبدون زوج من أجل أن يقبض الأب الراتب كاملا أو الجزء الأكبر منه. هذا الكلام على ضوء رسائل تصل إلى هذا البرنامج، ومنها الرسالة السابقة وهذه الرسالة التي سأقرأها عليكم شيخ صالح. صاحبة هذه الرسالة تقول: المستمعة فاعين لام من مكة المكرمة، مشكلتي أن أبي يتصرف تصرفات غريبة تجاهي، وأنا أعمل معلمة، وأبي يقبض نصف الراتب وأحيانا ثلثي الراتب، ويمنعني من الزواج بحجة أنه يقبض هذا الراتب شهريا، وبعد فترة من الزمن يريد أن يزوجني من رجل لا أرغب الزواج منه ولا أريده، ويهددني بقوله: إذا لم توافقي على الزواج من هذا الرجل فيحرم عليك الزواج من بعده. وأنا بطبيعة الحال لا أريد هذا الرجل ولا أريد العيش معه وإن بقيت إلى الأبد، وهو يرغمني على ذلكم الزواج لأطماع مالية، وحتى يزوجه إحدى مولياته ولمصالح أخرى تعود عليه هو. فما هو توجيهكم يا فضيلة الشيخ، علما بأن أبي كثيرا ما يشتمني بكلام قبيح ويحقد علي، ويقدم مصلحة الأولاد البنين على مصلحة البنات، ويقول: أنتن لا فائدة منكن ولا حاجة لكن في الزواج. ما هو رأيكم يا فضيلة الشيخ؟ هل أترك تلكم الوظيفة أم ماذا أفعل، علما بأني قلقة جدا ومتوترة الأعصاب وإلى الله المشتكى؟ فانصحوني ووجهوني جزاكم الله خيرا، علما بأن هذه الظاهرة منتشرة جدا في مجتمعنا. هذا الوالد وغيره ممن يعمل عمله مخطئون، وتصرفهم هذا تصرف باطل وظلم وجور في حق هؤلاء البنات. الواجب عليهم بموجب رعايتهم وقوامتهم على النساء أنهم إذا جاءهم خاطب يرضون دينه وأمانته ورضيت به المرأة أن يبادروا بالتزويج، لأنها فرصة تفوت. والمرأة وظيفتها الحقيقية ومنفعتها الحقيقية في الحياة هي الحصول على زوج صالح وعلى ذرية طيبة. وظيفتها الحقيقية النافعة هي قيامها بأعمال البيت وبتربية الأولاد، وكفى بذلك وظيفة شريفة طيبة للمجتمع، لها أولا وللمجتمع ثانيا. فالواجب على هؤلاء الآباء أن يتقوا الله ولا يظلموا بناتهم ويفوتوا عليهن فرصة الزواج بالأكفياء الصالحين من أجل الطمع في رواتبهن، فإن هذا يترتب عليه مضار لهؤلاء الفتيات وضياع لأعمارهن وتفويت لفرصة الزواج، وقد يسبب هذا تعطلها عن الزواج إلى الأبد، فيكون الأب ظالما جائرا خائنا لأمانته التي حمله الله إياها، ولربما يتسبب هذا فيما لا تحمد عقباه من الوقوع في الفاحشة وضياع الأخلاق، كما هو الحاصل في كثير من البلاد التي لا تهتم بتزويج النساء. الحاصل أن على الآباء أن يتقوا الله، وعلى أولياء النساء سواء كانوا الآباء أو غيرهم أن يتقوا الله، سواء كانوا الآباء أو غيرهم أن يتقوا الله في مولياتهم، وأن يزوجوهن متى ما جاءت المناسبة الطيبة في ذلك، وهذا خير لهن من الوظائف مهما بلغت الوظائف. فإن وظيفة المرأة الحقيقية هي الحصول على زوج صالح كفء، والحصول على ذرية طيبة، وصيانتها في بيتها، والمحافظة على كرامتها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أدت الوظيفة شيخ صالح، وبأي أسلوب من الأساليب إلى حرمان المرأة من حياتها الفطرية، فما حكم هذه الوظيفة؟ حكمها أنها حرام. الوظيفة التي تحول بين المرأة وبين الزواج وتفوت عليها الفرصة وتبقيها عانسا وتعرضها للفتنة وتسبب ضياع شبابها ونفور الخاطبين عنها، هذه الوظيفة تكون حراما، لأنها ترتب عليها مضار فادحة في حقها. نعم، جزاكم الله خيرا. الأموال التي يحصل عليها أولياء أمور النساء سواء كانوا آباء أو إخوة أو غيرهم، وهم يعضلون المرأة عن الزواج، ما حكم تلك الأموال التي يأكلونها من وراء ذلكم العمل؟ الأموال التي يحصلون عليها عن طريق ظلم النساء والجور في حقهن ومنعهن من التزوج أموال
الأموال المحرمة، لأنها ناتجة عن ظلم وعن جور في حق هؤلاء النساء، هذه الأموال تكون حراما عليهم. نعم، جزاكم الله خيرا، تفضلتم شيخ صالح وبينتم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر، لكن هل تقترحون عملا آخر عند الوظيفة يقال أو يشترط على الزوجة حتى لا تكون عرضة لظلم أولياء الأمور؟ الوظيفة، وظيفة المرأة إذا لم تتعارض مع مصلحتها ولم تتعارض مع عفتها وكرامتها، إذا تيسرت لها وظيفة لا تتعارض مع ما هي مهيئة له من الزواج ومن تربية الأولاد فلا بأس بها، وكذلك لا يترتب عليها شيء من ضياع عفتها أو كرامتها أو تعرضها للفتنة أو الاختلاط بالرجال. فإذا كانت وظيفة تتمشى مع قيامها بما أوجب الله عليها من حق زوجها وحق أولادها وقيامها في بيتها، ووظيفة أيضا لا تعرضها للفتنة ولا تجرها للسفر بدون محرم ولا تعرضها لاختلاط بالرجال فلا بأس بها. أما إذا كانت بخلاف ذلك فإنها لا تجوز لها هذه الوظيفة لما يترتب عليها من المضار والمفاسد الكثيرة. نعم.